فهد أثناء إصابة المسؤول الأمني الجهاز الأمني هنا مدينة الدار البيضاء، بالضبط مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا إصابات خطيرة، المسؤول الأمني رفيع المستوى. Thank you.
كم نجيلي صاحبي Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
إذا مشاهدي القناة الخليجية تمشوا معنا في بصراحة الأحداث المأساوية اللي ما كناش بغينا توقع في هذه المقابلة. مقابلة كانت غادية في الروح الرياضية ديالها كالعادة، يعني كرة تحسمات يعني كما كنقولوا داخل رقعة الملعب. Thank you.